أفهم من كلامك دكتور إنه الصحافة التقليدية في الصياغة وفي الكتابة وفي كل شيء أنا أعتبرها انتهت. انتهت. جميل. طيب بيجيك أحد يقول لك طيب الذكاء الاصطناعي الآن قاعد يدخل على خط صياغة الأخبار والمحتوى والدنيا، أجل حنا وش نسوي؟ وهذه الصدمة الجديدة. هذه فعليا؟ أيوه صحيح. قد تصل مرحلة إنه كل شيء يكون بالذكاء الاصطناعي؟ إي هذه صدمة حقيقية. وجربها بنفسك. يعني انت الان يسمونه سيري من وغيرها غير اي هذه اللي تسالها أيوة بالسواليف وغير سيري الذكاء الصناعي البسيط. انا جربت في تطبيق برضو نزلته في ذكاء صناعي وقلت له سالته عن عبد الله الشريف فقال لي معلومات عبد الله الشريف كامله اللي موجوده فيش في الانترنت محركات البحث. سالته عن نفسي وطلع لي نفس الشيء. بعدين قلت له والله انا طفشان. قلت انا طفشان. قال لي في طرق كثيرة للتخلص من الطفش. يقول لي والله يعني كأنه بني آدم اللي ياخذ ويعطي معك. طيب قلت قال اطلع تمشى روح سينما والله بهذا الشكل. شوي يقول لك روح بوليفارد. اي بالضبط. يعني حقيقة يعني لا تستغرب. فالذكاء الصناعي موضوع آخر. تلك قصة أخرى. يعني الورقي رايح فيها رايح فيها على وجهة نظرك أن كل شيء راح يتحول إلكتروني والذكاء الصناعي راح يشبع هذا الجانب. نعم. طيب طلاب الإعلام اللي قدامهم المستقبل في تخصصات الإعلام المختلفة وين يتوجهون في الفترات القادمة أو وين يستثمرون معرفتهم؟ أنا والله ما أعرف، لكن شخصيا أنا أنصح بأنه يكون شخص موهوب في الدرجة الأولى، لأنها بتتحول إلى مواهب وحرف. عارف فهمتني كيف؟ حرفة يعني بتصير. كلام عجيب. الزمن القادم ليس للوظائف أبدا. لا يوجد في الزمن القادم شيء اسمه وظائف في كل المجالات. هذا والله كلام عجيب. المواهب والمهن هي اللي سوف تظل. المواهب والمهن فقط. مهنة الصحفي. طيب هذا الصحفي المهني حلو أو الإعلامي المهني يبغى له يشتغل على نفسه بنفسه. يعني اليوم التوك توك مثلا منصة من لا منصة له. مضبوط؟ صحيح. يعني واحد والله عبد الله الشريف ربي موفقه وعنده برنامج يقدمه في قناة الرسالة. واحد مسكين لا عنده علاقة بقناة الرسالة ولا أي قناة تلفزيونية ويبغى يوصل. حلو. فيما مضى كان صعبا ذلك ولا لا؟ صحيح. اليوم ايش يسوي؟ يفتح في البيت على طول. ولا فورا يحتاج. منصة فورية. فإذا أصبح هناك منصات غير طبعا اليوتيوب وغير وغير حكايات كثيرة. كل يوم لسه تطلع واحدة جديدة. وغير كل المنصات الآن عندها مجال للبث المباشر وعندها حتى الانستغرام هو كان عبارة عن صور. أنت تعرف ذا الكلام. صحيح. يبث الآن. فإذا إذا كان الشخص هذا الإعلامي اللي درس إعلام في المستقبل إذا لم يستطع أن يكون موهوب حقيقي ويقدم نفسه بموهبته الشخصية ويصنع نفسه موهبته الشخصية لن يستطيع أن ينجز شيئا مع الزخم والتطور التكنولوجي. لأنه حتى الانفوغرافيك اليوم يتسوى بالذكاء الصناعي. الموشن جرافيك يسوي الذكاء الصناعي. الموشن جرافيك يسوي الذكاء الصناعي. يعني شيء مذهل. حتى المحتوى حتى كتابة النصوص يعني اللي احنا كنا في يوم من الأيام نراهن عليها. صح. كوبي رايتر وجوبلي وتعلم الساعة. فالآن الزمن القادم هو زمن مواهب ومهن. يعني مهن حرفية. عارف الحاجة بصمتك الشخصية في العمل. بصمتك الشخصية. إذا ما عندك موهبة حقيقية في مجال ما فلا تنتظر أنك تتخرج من الجامعة عشان تتوظف. استعد للمرحلة هذه من الآن. أي طبعا نصيحة مهمة. لهذا أصبح هناك نصائح تقول لا تدرس ولدك حتى الطب. تخيل لهذا الحد. لأن والله الريبوت الآن يستطيع أن يجري عدد مهول من العمليات في أوقات وجيزة. والريبوت يستطيع أن يؤدي العمليات بنسبة صفر في ليش؟ خطأ في الخطأ الطبي. بينما الإنسان البشري تعرف حسب مزاجه. يوم والله المدام مثلا يعني ضايقته ذيك اليوم وجاي نفسيته مش ولا بد. صحيح. فممكن نسبة الخطأ ترى عالية. بس ممكن اللي ضايقه الزحمة مو المدام يا دكتور. دكتور لا دخلنا فيه. والزحمة السيارات تسمع الزحمة الحين السيارات الكهربائية ذاتية القيادة. اي صادق. واصلة خلاص. صادق. ف
فيعني هي بس عملية إيش، بنية تحتية للمدن عشان بالنسبة للسيارات. فالآن التسارع فيما يتعلق بالتقنية عموما والتكنولوجيا، وهذا ما قامت به السعودية الآن، استبقت استبقت يعني. صحيح، في ضربات قوية ومنجزات عظيمة تحققها الدولة في وقت وجيز على مستوى نيوم، مدينة نيوم مدينة صديقة للبيئة غير عادية حقيقة. المصانع اللي اليوم في السعودية تصنع سيارات كهربائية فإذا في منجز عندك عظيم يتم. وكل هذا يحتاج بنية رقمية تحتية هائلة بالضبط، و5G واللي قاعد يشتغل، ويحتاج أهم من هذا العقليات الجديدة اللي تعرف تستخدمها اللي نراهم فيها على الشباب.